مبادرة الملتقى الدولي الأول للشباب الإفريقي، أي سياسات حكومية ومحلية؟ لماذا اختيار هذا الموضوع كموضوع ديال الدورة الأولى؟ لاعتبارات موضوعية. الاعتبار الأول بحكم أن القارة الإفريقية القارة شابة، بل أكثر من ذلك هي القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم، بحكم أن 60% من ساكنات القارة التي تتجاوز اليوم مليار نسمة 60% منها شباب ذو 35 سنة. لماذا السياسات الحكومية؟ لأنه اليوم كل الأوضاع التي تعرفها القارة والمشاكل التي تعرفها القارة ذات صلة خاصة بالأفارقة أو بالشباب الأفارقة هي أوضاع نتيجة لغياب استراتيجيات، نتيجة لغياب تخطيطات تعنى بهذه الفئة في مجال التربية، في مجال التكوين، في مجال التشغيل، وفي كل المجالات اللي من المفروض أنها تعطي للشباب ظروف مواتية للعيش الكريم في المدن أو في الدول اللي كينتميوا لها، لأنه حتى ظاهرة الهجرة اليوم هي هروب من تهميش، هروب من إحباط، هروب من انعدام ظروف ديال العيش الكريم، الحروب، القلاقل إلى آخره من المشاكل. On apporte un soutien au Forum pour le développement et la coopération, au forum présidé par M. El Matangui, sur l'organisation de ces trois jours. Parce que l'idée de ce forum est née finalement à Nantes, lors d'une venue de M. El Matangui, sur un événement qui s'appelle les Biennales de l'éducation, que l'on organise, nous, tous les deux ans. Et ensemble, on a échangé. Et on s'est dit que ce serait vraiment bien d'organiser un événement de cette nature-là à Agadir sur les questions de politique jeunesse et plus globalement de la jeunesse sur le continent africain. هذا كان شرف كبير انه نشاركوا في هذا المنتدى الاول الافريقي اللي كيتنظم بلافيل داكادير، كتعتبر واحد ان كارفور بو دير ان كارفور، ولا واحد الملتقى اللي هو جد مهم، لانه كتدرس فيه السياسات، كتدرس فيه المقترحات من طرف الشباب، كذلك باش تكون واحد التنميه في المغرب بشكل خاص وفي افريقيا بشكل عام. حنا كارسيد جينا بارتاجينا واحد ليكسبيريونس ديالنا اللي كتعتبر تعتبر هي الايام الافريقيه للتشغيل اللي دابا وصلنا فيها الحمد لله لا كاتخيام ايديسيون. لا بريميير ايديسيون كنا درناها مع المدرسه الوطنيه لتجاوز السير، والثانيه مع جامعه بن زهر والعماله تنزكان، وكذلك مع اسازاك، ولا تروازيام مشينا حتى لداكار وتنظمات مع المدارس الوطنيه لتجاوز السير باكادير والداخله، وكذلك المدرسه العليا للتقنيه بقلميم. Les écoles des champs sont un concept de formation qui permettent aux jeunes sans qualification de reprendre pied et goût à l'apprentissage et puis construire leur avenir professionnel. Donc on accueille sur Nantes à peu près 200 jeunes qu'on va former à réapprendre à écrire, à lire, à compter, à utiliser les outils numériques, puisque les outils numériques aujourd'hui font partie du quotidien, sont des savoirs fondamentaux, et ils vont aller en entreprise, découvrir des métiers, faire des stages qui vont ensuite leur permettre de choisir le métier, et ensuite ils vont se former pour aller à l'emploi. اتفاقية، هناك اتفاقية تمت من قبل المصادقة عليها في دورة المجلس الجماعي، وتم بالأمس التوقيع الرسمي عليها مع بلدية تشانغ، اتفاقية تعاون وانفتاح على الجماعة وتبادل التجارب، وتم التكريم ديال الجماعة بهدايا معبرة من طرف عمدة مدينة تشانغ. ونحن نفتخر بالانفتاح ونأمل أن يعطي أكله على المستوى الفعلي على الأرض الواقع. فيما يخص هذه الندوة الدولية حول شباب إفريقيا، هي عبارة عن ندوة متميزة باعتبار من خلال هذه الندوة تم مناقشة عروض متميزة التي تتمحور حول الشباب الإفريقي والرهانات المستقبلية للدولة المغربية نحو إفريقيا. ومن خلال هذه الندوة تم مناقشة مواضيع مختلفة والتي تتركز أساسا على موضوع الشباب.